طبعا احنا دلوقتي عدينا الكلام ده كان من ساعة ونص تقريبا، وبدأنا بدأنا بقى نلون وبدأنا نفنش التماثيل. طبعا انا تحياتي غالية طبعا للمرة الثانية لصديق الصدوق الغالي الأخ العزيز المحترم الفنان الكبير كابتن محمد العمدة. اهو انا قلت له والله لما شفت شغله القالب وكده قلت له انا هشكرك وانا بشكرك للمره الثانيه. وطبعا في بقى اصدقاء بقى له هنا بقى طلعوا عارفينه اصلا، ها شرفوني في الورشه، فيا ريت حضرتك تقول كلمه برده الكابتن محمد العمدة عشان يعرف ان احنا مشاركينه هنا برده وانت مشاركنا معاه. انا على راسي اللي قلنا فيه كفايه كابتن محمد العمدة، حد محترم جدا وفنان مبدع وعرفنا فوق هنا بقول نسب وكمان بينك اهو ده في نسب كمان يا كابتن محمد اهو. لا ده بقى صديق الصدوق الانتيم اللي هو الحبيبي يعني، ان شاء الله يبقى في بينه وبينه قريب بس مباشر على القناه بتاعته. انا بس حبيت اوريك يا كابتن محمد الشغل اهو، وريله العدد بقى والناس اللي حضرت الورشه معانا قد ايه. طبعا الناس دول فنانين كبار يعني، ناس مش ناس ليهم اسامي في الوسط يعني جوه بره مصر. وعندك بقى وكمان هنا في استاذه نسيبه العايدي هنا اهي من تونس، بتحييك يا كابتن محمد. الاخت العزيزه تعالي هنا يا رانيا، تعالوا اهي بتحييك برضو وبتحيي شغلك. وكنا نتمنى ان انت تكون معانا. تحياتي ليك يا باشا وان شاء الله ميعادنا قريب ان شاء الله. معلش الفيديو دوت لازم يوصل لك.